تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري لليوم 17 على التوالي على لبنان تزامنا مع عمليات قصف جوي وبري. استهدف طيران الاحتلال منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بينما أغارت قوات الاحتلال 4 مرات على بلدة الخيام في جنوب لبنان، فضلا عن غارات على بلدة السعيدة غرب بعلبك بالبقاع شرق لبنان، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.